فضيلة الدكتور، ماذا عن أنواع الهدي وما هو الأفضل في الهدي؟ نعم، أنواع الهدي، هناك أولا هدي التطوع وهو غير واجب، وهو ما يتقرب به الحاج والمعتمر وغيرهما، وهو تطوع كما ذكرنا قبل قليل، وهو ما يتقرب به الحاج والمعتمر وغيرهم، يتقربون به في مكة ويذبحونه قربة لله عز وجل. هناك الهدي الثاني هدي الحصر، وهو واجب على من أحصر عن المسجد الحرام، يريد الحج أو العمرة ولكنه أحصر بسبب مرض أو عدو أو حصل له ما حصل من الظروف ولم يشترط قبل فعله، قبل يشترط لم يقل وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبست، فهذا يلزم هدي يوزع على الفقراء في مكان الإحصار الذي وقع منه. وهناك الهدي الواجب، هناك الهدي الواجب وينقسم إلى قسمين: هدي شكر وهو على المتمتع والقارن، هدي شكر وهو على المتمتع والقارن، يأكل ويتصدق ويهدي، يذبح بعد صلاة العيد في المسجد الحرام، في الحرم يعني، وليس في المسجد الحرام، في الحرم كاملا. وهناك هدي جبران، وهناك هدي جبران وهو بسبب ترك واجب، بسبب ترك واجب من واجبات الحج، هذا أو فعل محظور، ترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام، لا يأكل منه بل يوزع، بل يوزع على الفقراء ويذبح في مكان المكان الذي وقع منه المحذور، المكان الذي وقع منه المحذور. الأفضل في الهدي كما ذكرنا يا شيخ، الإبل ثم البقر ثم الغنم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الأجر يوم الجمعة، فقال: من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قدم ناقة، ثم كأنما قدم بقرة في الساعة الثانية، وهكذا ينقص الأجر حتى يصل إلى بيضة. ولكن هذا نقصت أن قدم في الأجر، قدم الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. نعم، أحسن الله إليكم.